اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. قدم اعضاء في مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يدين قمع الصين للاقليه الايغوريه المسلمه في الاراضي الصينيه. اعضاء الكونغرس طلبوا في مؤتمر صحفي الاداره الامريكيه بشجب ممارسات النظام الصيني. ورافقتهم في المؤتمر رئيسة مؤتمر الإيغور العالمي ربيعة قدير التي قالت إن عدد القتلى من الإيغور تخطى 1000 ضحية حتى الساعة. تقرير مراسلة الحرة في الكونغرس رنا أكثر. صدى المواجهات في إقليم تشينجيانغ وصل إلى الكونغرس الأمريكي وتجسد في مشروع قرار قدمه عضو مجلس النواب الديمقراطي بيل ديلاهانت والجمهوري دينا روباكر، يدين ما وصفه بقمع الصين للأقلية الإيغورية المسلمة هناك. أدعو زملائي في الكونغرس إلى الانضمام إلينا ودعم هذا المشروع الذي يدين القمع العنيف للمتظاهرين السلميين من الإيغور، وندعو الحكومة الصينية إلى وقف حملة التشهير الرعناء بحق ربيعة قدير. روباكر انتقد ما وصفه بتساهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع الصين حيال ملفات حقوق الإنسان، وطالب الرئيس الأمريكي بشجب ممارسات النظام الصيني حيال الإيغوريين. أقول أن الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بمبادئها وألا يكون الهدف هو السعي وراء جمع الأموال بل الدفاع عن الحرية والعدالة. علينا جميعا خاصة أعضاء الكونغرس والإدارة إعادة تقييم علاقاتنا مع بكين. تغافلنا في السابق عن التحرك الشعبي الداعي للحرية في ساحة تيانانمن، وما فعلناه عاد ليؤدينا جميعا. إلى جانب النائبين وقفت رئيسة مؤتمر الإيغور العالمي ربيعة قدير التي تتهمها الصين بالوقوف وراء أعمال العنف، موضوع أثار حفيظة النائبين وقدير التي اتهمت الصين بقتل ما لا يقل عن 1000 إيغوري واعتقال 5000 حتى الساعة، وردت على اتهامات النظام الصيني. لا علاقة لي بما يحصل، الاتهامات الصينية عارية عن الصحة. الحكومة الصينية قمعت الإيغور لمدة طويلة، ومنذ إطلاق سراحي تمكنت من رفع صوتي لتمثيل معاناتهم ودموعهم كممثلة للشعب. الحكومة الصينية غير راضية عما أفعله أبدا، يريدون إسكات صوتي من خلال اتهامي بأني إرهابية ومحرضة على ما يحدث. وقد دعا المشاركون كذلك إلى إطلاق سراح 13 إيغوريا لا يزال معتقلين في غوانتانامو. وانتقد عضو الكونغرس رفض وزارة الدفاع الأمريكية لهما بزيارة هؤلاء المعتقلين. يحاول عربا هذا المشروع حشد الدعم له لتأمين الأصوات الكافية لتمريره، ما قد يستغرق وقتا طويلا وقد لا يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل الخريف المقبل بحسب ما أكد لنا عضو مجلس النواب الديمقراطي بيل ديلاهانت. رنا أبتر، الحرة، الكونغرس.